هالبلد آه يا هوى هالبلد آه يا هوى ليالي آه يا هوى بهالبلد آه يا هوى هالبلد مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من هوا ليالينا. اليوم الثلاثاء 22 تشرين الاول منطل عليكم انا وماري بحلقه جديده تنخبركم عن اخر المواضيع الاجتماعيه والثقافيه والفنيه اللي عم بتصير بلبنان او اللي صارت. هاي ماري. هاي ريتشي، كيفك اليوم؟ الحمد لله، وانت كيف؟ انا منيحه كمان. بدوري بدي رحب بكل المستمعين وبنقول لهم حلقتنا لليوم كتير حلوه وغنيه، اكيد رح تتخللها او يتخللها مقابلتين عبر الهاتف. رح يكونوا معنا شخصين رح نحكي عن مواضيع أكيد منوعة. لحظات قليلة وبتبدأ حلقة هوا ليالينا لليوم. يا هوا ليالينا. ماري، بتعرفي هلأ يعني نحنا فتنا بشهر تشرين الأول، صرنا بآخره بالأحرى، يعني هو شهر توعية بمرض سرطان الثدي. صح. ولكن أكيد مرض السرطان يعني مش بس مرض سرطان الثدي، هو كمان عدة فئات فينا نقول بينصابوا بهالمرض، خاصة الأطفال. ومن الحملات الحلوة اللي عاملينها مركز سرطان الأطفال، حملة عم بيحكوا فيها كتير وسائل الإعلام، هي هوم سويت هوب. هو برنامج خيري جديد أطلقه مركز سرطان الأطفال بلبنان هي السنة، وهو المركز الرائد، يعني فينا نقول حملة يمكن تنفذ أول مرة بلبنان من قبل جمعية مركز سرطان الأطفال. هالحملة رح نحكي عنها أكتر وتفصيليا مع مدير عام مركز سرطان الأطفال بلبنان مدام هنا شعار شعيب. هنا يعطيكم العافية. الله يعافيك. أول شيء خبرينا كيف انطلقت حملة هوم سويت هوب، يعني الحملة باقية لكانون الأول. الحملة باقية مزبوط لكانون الأول، ل25 كانون الأول، النهار اللي رح يكون عم نسحب فيه بإشراف مديرية النصيب الوطني، وعم نكون عم يتقرر مين الرابح للبيت، مين سعيد الحظ الرابح. الجائزة هي بيت بمنزل أحلام ببيت مسك. ببيت مسك عبارة عن 205 متر. أكيد البيت كتير حلو، قيمته بتتخطى $500,000، وبيكون المركز كتير كتير مبسوطين نحن من المركز أنه نكون شخص من هالأشخاص اللي حابين هن يكونوا كمتبرعين للمركز، وعم بيساهموا بشراء البطاقات اللي هن متواجدين حوالي عنا 10,000 بطاقة. أكيد كل بطاقة بتخول يكون صاحبها هو اللي ربحان البيت. في 10,000 بطاقة. 10,000 بطاقة، قيمة كل بطاقة هي 300,000 ليرة أو $200. طب الحملة بلشت بشهر آب مزبوط أو بشهر أيلول؟ بشهر آب. بشهر آب. أطلقنا المشروع أواخر تموز، وابتداء من أول شهر آب بلشنا بيع البطاقات. البطاقات متواجدة بمركز سرطان الأطفال، ومتواجدة كمان على الويب سايت اللي مخصص لهذه الحملة اللي هو www.homesweethope.ccl.org.lb. بس منركز على كلمة هوم سويت هوب، كما يفكروا العالم هوم سويت هوم. لا، هوم سويت هوب هن لعبين شوي على الحكي. ccl.org.lb. نعم. طب الحملة اليوم وين صارت؟ يعني كيف عم تشوفوا الإقبال عليها؟ بس إذا بتسمح لنا، كمان متواجدين البطاقات بفروع الأو أم تي 900 المنتشرة بكل لبنان. قدي صار من بيع من هالبطاقات؟ لا الحمد لله، يعني نحن تقريبا تخطينا النص عدد البطاقات، ومنطلب من العالم ما بقى ينطر، يعني نحن بنعرف انه اوقات الناس بتنطر لاخر لحظة لحتى تبلش تشتري البطاقات، نحن بنطلب من الكل ما ينطروا لاخر لحظة لانه ما بنضمن لهم انه يكون بعد في بطاقات متوفرة. صحيح. حلو كتير. ان شاء الله كلهم اكيد بيروحوا وبينباعوا طبعا، يعني المركز
الكل بيعرف مهمة المركز بشفاء الأطفال المصابين بمرض نعم. السرطان، وقديش بيقدم الدعم للأهل، وكلفة يعني كل كلفة العلاج بتكون مجانية، الأهل ما بيكونوا عم يدفعوا على علاج أطفالهم. نعم. مشان هيك نحن أكيد كل المصاري اللي بتكون عم تجي من الحملة بتكون كلها رايحة لمعالجة الأطفال نعم. بالمركز. يعني تنذكر شوي المستمعين، هالحملة هي بمجرد أنه يشتروا هالبطاقة اللي بيدفعوا فيها 200 دولار أو 300 ألف، يعني هي بيكون عم بيتبرعوا فيها للمركز، عم بيقدروا يفوتوا بالسحب اللي ممكن يخولون يربحوا بيت الأحلام أكيد بيت مسك. يعني هنا من خلال يعني حتى لو ما ربحوا هن بيكونوا عملوا عمل خيري اللي هو انه تبرعوا للمركز منه. نعم. انه نحن اليوم عم نجرب نلاقي مشاريع هيك خلاقه شوي تكون عم تعطي للمتبرعين اللي عنا، يعني نكون لاول مره عم نعطيهم يمكن شيء مقابل التبرع اللي بيكونوا هن عاده بيعطوا لمركز سرطان، يعني يستفيد منها الطرفين أكيد. وهل حيكون في غير جوائز؟ يعني هو بس الجائزه الكبيره هي البيت، رح يكون في كمان جوائز أصغر أو لا؟ لا، اليوم التركيز كان أنه البيت هو اللي بده يكون العميل ربح، بس لأنه أكيد في هون نحن منتبع كل شيء، يعني كل مشاريعنا بتكون مطابقة 100% مع كل الأنظمة اللي بتكون محطوطة. نعم. ومشان هيك نحن يعني مشينا على تعليمات مديرية اليناسيب الوطني، وهون أكيد مشكر وزارة طبعا. المالية كمان لكل الدعم اللي عطونا إياه لنقدر نحن نطلق هيك مشروع. مشروع هوم سويت هوب هو مشروع عن جد فريد من نوعه، صح. أخذ المركز كتير وقت لتحضيره، وفي عدة شركة يعني ساعدونا لحتى يكون هذا المشروع ناجح. أكيد في عنا الـ MTV أو MT، عنا إدارة بيت مسك كمان، لنقدر نكون عم نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ويكونوا هالناس بخلال هالـ200 دولار عم ياخدوا حظ إنهم يربحوا بيت، وبنفس الوقت كمان اللي ما بيربح بيكون تبرع فيهم للمركز. صح. طيب السحب رح يصير ب25 كانون أول نهار عيد الميلاد، يعني بإشراف اليناصيب الوطن اللبناني. خبرينا شوي كيف في احتفال معين رح يصير بالخلال السحب، رح يتم تخطيطه إعلاميا؟ السحب رح يكون على الام تي في عشيه حوالي ساعتين ثلاثه ببروجرام فني طويل. نعم. رح بيكون اكيد بالمركز تحت، ورح يكون فيه باستوديو او بمطرح معين المكان هيدا بعد ما تقرر، يعني بعد في هلا بلشنا عم نعمل هالكؤل، يعني عم نعمل هالتنسيق. نعم. مشان السحب وين رح يكون وهيدا، بس مبدئيا ال 25 از ذا ديت اللي هو التاريخ اللي رح يكون فيه السحب. نعم. طيب هيدا السنة يعني هوم سويت هوب، سنة الجاي شو محضرين؟ لا منخليها لسنة الجاي. ممكن أكتر من منزل؟ لا بتعرف هو مشروع هوم سويت هوب كنا نحن من فترة، يعني من سنة الماضية تقريبا بلشنا نفكر فيه بجدية إنه كنا عم نحضر له، لأنه في عدد كبير من الشركاء لتقدر تنجح المشروع أخذ وقت بتحضيره، بس بنفس الوقت كنا نحن عنا عطول هالاندفاع إنه نقدر نعمل شيء يكون بنفس الوقت عم توصل لهالدونرز، يعني لهالمتبرعين، وعم تقدر تشكرهم بطريقة أو بتاني، لأنه اليوم اللي بيتبرع لمركز سرطان الأطفال مرة بيتبرع له كل مرة طبعا، ونحن ما بنعرف أي وسيلة ممكن نكون عم نتشكر فيها الناس اللي عطول بيدعمونا، لأنه بدون دعمهم نحن ما بنقدر نكمل أكيد. مهمتنا بإنقاذ أطفالنا أكيد. نعم. طيب إلى جانب هالحملة شو مشاريعكم؟ مشاريعنا كتيرة من هلأ لآخر السنة، لح يكون عنا حملة كامبين SMS كمان بديسمبر، لح يكون عنا العشر سنوي اللي مركز سرطان الأطفال بيعمله كمان بديسمبر بكانون الأول 7 كانون الأول، ولح نعمله كمان بسكة ترين سكة الحديد اللي بمرم خايل. نعم. هو المشاريع يكون القريبة، يعني هو لي بعض المشاريع اللي هلأ بدنا نكون عم نشتغل فيهم بالإضافة. نعم. أكيد لهوم سويت هوب، ونحن رح نكون خلال حملة هوم سويت هوب
مش بس على مش بس البطاقات فيها تنشرها من مطرح ما نحن من مطرح الأماكن اللي نحن ذكرناهن، رح نكون كمان متواجدين بعدة مولز باستادات معينة لهم سويت هوب كمان لنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وتكون عم نهينة للأشخاص اللي حابين ياخدوا صح مش عم بيقدروا يوصلوا لعندكم وين ما كانوا بالمول نهار سبت أحد عبكرة عشية نحن بنكون موجودين لحتى يلاقوا التكت اللي له. نعم لكن هنا رح نرجع نذكر المستمعين اللي حابب يتبرع لمركز سرطان الأطفال أكيد بيقدروا ياخدوا البطاقات أو يتبرعوا بالمركز أو بكل مكاتب الأو أم تي، وهلأ مثل ما عم تذكري كمان بعدد كبير من المولات وبهيدا الطريقة بيكونوا هنا عم يتبرعوا $200 يساعدوا هالأطفال لحتى يقدروا يتعالجوا، بنفس الوقت عم بيفوت اسمهم أكيد لحتى ممكن يكونوا كتار أو ممكن يكون شخص من هالأشخاص هو اللي عم يربح هالبيت بيت الأحلام. وبندعي أكيد كل المستمعين أكتر وأكتر لحتى يقدروا يقوموا يريد شيء بهيدا بهالمبادرة صح. وما حدا بيعرف يعني كيف واحد بيبقى حظه مع أنه شخص من بين ألفات الناس رح يتبرعوا ممكن هو يكون ربحان، ولكن ربحان. مجرد النية الواحد أنه عم يتبرع لهالأطفال هالأطفال البريئين شغل كتير حلو، وهو هيدا كسب لألنا للأسف يعني إذا ما ربح البيت بكون ربح يمكن دعم معنا أكتر وقدموا لهالمركز صح. طبعا صحيح. هنا بنشكرك كتير ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله أكيد يعني المزيد من العطاءات ومزيد من الأفكار الحلوة اللي بتقدروا من خلالها عم تساعدوا هالأطفال وبنفس الوقت عم بيضل فيها الانتراكشن بينكم وبين كل المتبرعين. شكرا تسلمي، ونحن كمان بنحب نوجه شكرنا الكبير لوسائل لكافة الوسائل الإعلامية إنه عن جد أنتوا اللي عم تخلونا يعني نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس نعم. ونوصل مشاريعنا لإلهم ويكون الكل عنده علم فيهم. شكرا لك، تحية لكل الأشخاص اللي أكيد بيشتغلوا بالمركز وأهلا وسهلا فيك يا هنا. Thank you. الله معك. يا هوا ليالينا ريت شي من كمان القصص اللي كتير حلو نضوي عليها ببرنامجنا المعروف انه نحن برنامجنا كتير اكيد بيحكي عن القصص الاجتماعية والقصص الانسانية. في عنا كمان مبادرة فردية من شخص عنده شلل اذا فينا نقول 75% من جسمه مشلول جراء حادث تعرض له، اكيد هلأ رح يخبرنا اكتر عنه. هالشخص هو اكيد مشلولين اجري بس قدر من خلال ارادته انه يقطع مسافة كتير كبيرة، رح يخبرنا اكتر تفاصيله على العكيزات لحتى نعرف أكثر مين هذا الشخص وكيف صار معه الحادث ومن وين لوين قدر يمشي. نستقبل سوا عبر التليفون مايكل حداد. هاي مايكل. هاي ماري. كيفك؟ أفتح البرنامج عندكم. مرسي لك، أهلا وسهلا فيك مايكل. أول شيء خبرنا أنت عندك شلل مثل ما قلت لي شلل كبير يعني بنسبة 75% من جسمك مشلول، خبرنا أول شيء كيف تعرضت له؟ لك أنا بعمر 6 سنين صار معي حادث جتسكي. نعم. تعرضت لحدا على الإصابة بالشوكي على الفقرة الرابعة والخامسة AD45 spinal cord injury. نعم. بنجراء هذا الحادث صار معي شلل يا ريت بس إجري ما فيني الترنك تبعي يعني الجسم اللي بيهديني من العضلات المعدية لتحت ما بقدر أحركه وما بقدر أتحكم فيه. نعم. بلشت الفكرة إنه العالم قلت لي حرام أنت يا مايكل انت خلص محكوم انك تصير مزروب بكرسة وهذا هو فيك تعمله، ما فيك لا تروح ولا تجي. يعني تخيلي بهذا العمر كنت عم بحلم العب عم بحلم تروح واجي ما عم بقدر يعني اهم يعني شيء سبحان الله عطال الانسان ما قدرت انا اتمتع فيه. بس هذا الشيء عفلي ما يأست قلت انه حتى لو ما هيك عرفت انه لا بدي امشي وبدي احمل رسالة معي. برافو. كثير تمررت، كانت اكبر صعوبه عندي الوقفه. باي عمر حسيت انه عبالك تتحدى حالك؟ يعني اكيد بعمر 6 سنين بس صار معك الحادث اكيد يمكن لسنوات عديده حسيت حالك محبط وبعدك ما بتفهم مزبوط شو معناتها واحد يتحدى حاله. باي عمر حسيت انت لا بدك تقوم من هال اذا فينا نقول يعني هالمشكله اللي عندك اياها؟
100%. هذا اذا بدك الحقبه، بس ما بعرف اذا عندنا وقت. دائما هذا الياس بيتقسم على ثلاث مراحل: مرحله الطفوله، مرحله التين ايج، ومرحله الكبر. عرفتي هلا هذا شو اسمه؟ النضج. فدائما الياس بيجي، ودائما بتحس الانسان. ودائما بدك تكوني انت، يا بدك تستسلم من الواقع اللي فيه وتقولي انا كذا 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 وخلص مصيري لهلاك، يا بتقولي لا انا فيني ارجع امشي. مظبوط. يعني انا اتس امبوسيبل فور مي، شيء مستحيل انه اقعد على كرسي لوحدي. عرفتي؟ لازم اكون مربى. بس انا قلت ما بدي يكون هيك، بدي اشتغل على حالي، وما بدي خلي العقبه، لان الاعاقه هي بالدماغ. بغض النظر اذا كانت على جسديه او غير جسديه، كل واحد منا بيعاني من اعاقه معينه. صحيح. هو كيف تتغطي الاعاقه. نعم. وهذا اللي اشتغلت على حالي. ومن بعد ما وقفت، كان اصعب شغله بحياتي وقت طلعت على اول درجه. كانت الدرجه عندي هي شيء مستحيل. مثل كاني الو. ايه عم بسمعك مايكل، معك. سو الدرجه عندي كانت شيء مستحيل. يعني اول ما طلعت مثل كانك واقفه على جبل وما فيك تتغطى هذا الوادي تبع الجبل. عرفتي؟ نعم. بس من بعد ما نزلت هذه الدرجه وقلت انا there is nothing impossible، ما في شيء مستحيل. صح. هوني بلشت انا المشن تبعي. نعم. اور هلا تبعي. نعم. هلا خبرنا عن العمل او التحدي اللي عملته، هو انك مشيت على العكيزات بلا الكرسي من ارز بشري لارز الباترون، صحيح؟ لا انا هذا تنورين. ارز تنورين. لا هذا التحدي انا بدي اعمله، بدي بلش فيه نهار الجمعه انا. نعم. كيف تبلشت الفكره معك يعني لحتى تاخذ هالريسك الكبير؟ يعني بنعرف المسافه يعني تقريبا شي 20 كيلومتر بين ارز بشري وارز تنورين. كيف يعني سالت الدكاتره اذا بتقدر تقوم بهالعمل؟ كيف صارت؟ اوكي رح اجاوبك على هذا السؤال. انا بس قبل، انا عامل سيدر ووك هذيك السنه بال 2012. مشيت من ارز بشري، مشيت 5000 خطوه بين 5000 شجره. ارز تنزرع بهذه المنطقه، يعني ايتش ستيب ا سيدر. اوكي. يعني بس تخبرك هيستوري وتوصل. دائما انا عندي اكيب ترينرز واكيب حكمه بيوجدوني بكل، يعني عم بشتغل بروفيشنال، بيوجدوني بكل مرحله من المراحل. نعم. قررت انا امشي كرمال، لان انا بشوف الاعاقه ضمن المجتمع اللي نحن عايشين فيه. انا بدي استعمل الضغط قوه تبرهن انه الانسان هو انسان، العزيمه والاراده الانسان والعقل هي نقطه الارتكاز. صح. انا مشيت كرمال الاخضر، كرمال الارز اللبنيه، من مرز عنيه من بوليز الشعب اللبناني، ولقلنا لانه هي رمز المواطنيه، هي رمز الخضار الافر جرين، وهي رمز 6000 سنه وجود او 7000 سنه وجود، لان احنا سمينا على اسمها للارز. نعم. سو مشيت كرمالها، لان الارز كمان عم تعاني من اعاقه مثل ما البلد عم تعاني من اعاقه لازم يتخطاها. وانا السنه بدي امشي، بدي اتحدى حالي وامشي للحلم الاكبر اللي هو وصل ارز بشري لارز تنورين، يعني غيبتين، ارز الرب بارز تنورين. حلو. اي نهار رح يكون هيدا الشيء؟ الشعار وامشي من هذا من هالغابه لهذيك الغابه. نعم. مايكل اي نهار رح يكون رح تكون المارش؟ هو انا معي 3 ايام، انا عم بحور حالي 60,000 مره هالمره. نعم. عرفتي؟ رح تبلش الجمعه بقى... يعني سوري؟ رح تبلش الجمعه؟ بدي بلش الجمعة، سبت، أحد. ومين بيرافقك؟ بيرافقك فريق معين؟ معي الجروب الأخصائيين اللي حكيتك عنه، من هيك الترينر. نعم. الأطراف رح يكون غير الفريق تبعك، يعني حدا حيرافقك؟ دعيت حدا أنه يجي يرافقك بهالمشوار؟ لكن هلا هي الناس اللي عم تيجي ترافقني رح ترافقني باخر 5 كيلومتر اللي رح نمشيهم بتنوريني، هو نهار الاحد. عرفتي؟ نعم. هون كل الناس رح، انا بدعيكم كمان عبر الراديو تبعكم انه كلهم يلاقوني نهار الاحد، ورح يكون في ريسبشن حلوه، ورح يكون في عمليه مع اوبريشن بيج بلو بلديه تنورين، لان في سربريز عم تقدم لنا اياه البلديه انه رح تتبنى مشروع الايكو ليبل، ورح تتبنى مشروع الديسابيليتي فريندلي، راح تكون راح تبلش الغابه تكون يشغل عليها من هلا لسنتين تكون صديقه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب. وللبيئه. طيب مايكل، وين راح تكون نقطه الانطلاق يعني للعالم اللي بدهم يرفقوك، حابين يرفقوك الاحد، وين بيت وين بلاقوك؟ بغابه ارز تنورين. بغابه ارز تنورين.
وهون اذا بتسمعني رنشي احكي شوي صغيره يعني. تفضل. كمان ما فيني الا ما الحظ عن جد دعم الجيش اللبناني والمغوير والقائد المغوير الجنرال روكوز، عن جد اول شيء عطاني الفيجن وعطاني الحماس انه لا انا كمان فيني اكون مغوار، وانا عن جد مثل ما هن حاملين الارزه وعم يضحوا فيها حالي انه انا كمان بقدر اعمل هذا الشيء، وحتى فيني يكون مغوار لنهار مثل ما no. مثل ما كانوا الشعار وصور. No. انا هون ما فيني الا ما اشكر كل الناس وسبونسرز والفا وكل العالم اللي عم تساعدنا كرمال هال 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 ايفنت اللي عم بيصير، وخاصه الجيش اللبناني وفرقه المغوير والجنرال روكوز، عن جد هذه الحقيقه يعني. نعم مايكل، السؤال سمول دريم، في ناس بعدنا يعني انه كلنا بنحب هذا الوطن. نعم. وكلنا عم نضحي بالبلد. أكيد. وكلنا عم ذس فيجن للبنان. نعم مايكل، اخر سؤال بس لانه وقتنا شوي ضيق. سؤالنا الاخير بس، هل دعيت اشخاص مصابين مثلك بهذا الشلل لحتى كمان يقوموا معك بهذه الخطوات بهالمشروع ولا لا؟ لكن هذا يعني الحقيقه انه الطريق كثير خطره، وصار لي سنه ونص عم بتمرن عليها. نعم. اكيد نحن هلا بصدد انه عم نعمل سبيشلايزد جيم، عرفتي، سبيشلايزد تريننج بروجرام رح نبلش فيه من بعد هالخطوات اللي عم بعملها، كرمال كل واحد عنده فيجن معينه نقدر نحن ندربه بطريقه معينه، ونجيب الروبوتك تكنولوجي كرمال نأهل هدول الاشخاص، لا نعطيهم امباورمنت انه لا كل واحد عنده اعاقه. سواء نحن بنرفض نكون نحن مثلا ليبلد، يا ما نحن انه انا اسمي مايكل حداد، انا مش واحد مثلا حرام يا ما معاق، يعني انه ما برفض هذه التفكير. اكيد طبعا. بس كل واحد بعاني من اعاقه وحابب رح يكون عنده الاوبورتونيتي، لان نحن كتيم رح نشتغل عليها، وهلا بصدد انه تو اوبن سبيشلايزد جيم، كل واحد عنده هالهدف الرياضي يقدر يكون عنده. نعم. هالامل انه يقدر يمشي، رح أكيد رح يمشي على إجراءه. نعم مايكل، مشكرك كتير، وإن شاء الله يا رب بيكون هو 3 أيام كتير حلوين، يعني تقوم بهذا الإنجاز بشكل كتير منيح، وصحتك أكيد تكون منيحة. منهنيك على التحدي اللي عندك إياه والأمل وعلى الجرأة وعلى كل هالصفات الحلوة يلي عن جد أشخاص كتار ما بيكون عندهم أي إعاقة جسدية ولكن ما بيتمتعوا بهالأمل والتحدي يلي عندك إياه، وأهم شيء هالوطنية اللي عندك إياها. أكيد أنا أول شيء بشكركم كتير كتير، يعني بالنهاية اللي بيضوي على هيك موضوع أنا حامل له رسالته معي وهو حامل لي رسالته معي، ونحن عم نعمل نفس الشيء، وبدعيكم كمان تلاقونا بتنورين. نعم. بنهار الأحد كمان بنقعد ونمشي سوا، خاصة ريتشي وماري. عن جد ثانك يو سو ماتش. يا أهلا وسهلا فيك مايكل. الإعاقة هي نحن الإنسان بحطها قدامه. أكيد. والمجتمع بيفرض عليه بس أكيد فيه يتغطيها على كل مكان. أكيد. 100%. شكرا لك مايكل حداد، أهلا وسهلا فيك. ثانك يو سو ماتش. باي باي، الله معك. باي. عن جد ماري يعني منهني لمايكل على هالجرأة وعلى الخطوة اللي بده يعملها، ومندعي كل الناس يلاقوه على غيبة تنورين الأحد هيك بيعطوه الدعم المعنوي. هو مبلش الجمعة ريتشي بي غيبة غيبة الأرز. صحيح، الأحد بيقدروا يلاقوه بغيبة تنورين. صحيح، معك حق، ليوم واحد إذا بحبوا يمكن يمشوا معه من غيبة الأرز من الجمعة. ليش لا، مندعي كل المستمعين أكيد، ومثل ما قال مايكل إعاقة هي بالمجتمع مش بالجسد. صحيح، أكيد بالجسد. حلقتنا ريتشي لليوم انتهت، كانت حلقتنا أكتر شيء يعني فينا نقول إنسانية أكتر من أنه تكون اجتماعية. أكيد نحن تحيتنا أول شيء لمركز سرطان الأطفال، إن شاء الله أكيد الإيفنت اللي عم بيعملوه أكيد يلاقي كتير نجاح كتير كبير، وأكيد تحيتنا لمايكل كمان للمشوار يلي رح يقوم فيه نهار الجمعة، وطبعا بحلقات بركة جاي نحكي معه ونشوف كيف كان هالمشوار الطويل. لهون حلقتنا بتخلص، أكيد منلاقي المستمعين أكيد الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من هوا ليالينا. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. آه يا هوا بهالبلد، آه يا هوا عهالبلد، آه يا هوا ليالينا، آه يا هوا بهالبلد، آه يا هوا عهالبلد، يا هوا ليالينا.